المتواجدة معنا في هذا الحدث، وكذلك أوجه التحية إلى السيد رئيس المنظمة من هذا المنبر، وكذلك أمرر الكلمة إلى السيد محمد المبدي. تفضل. ماشي غني على الناس ديال العريف، خصوصا باش تكون واحد القضية اللي قضية وطنية، باش تكون قضية وطنية الإخوان كلهم والأخوات على الصعيد الدولي كيتجنبوا، لأن القضية الحقيقة طولت بزاف، والحمد لله لأن قبل أنتم كتعرفوا متابعين التاريخ، لأن ما كانش عند الحق عند جمعيات المجتمع المدني ناقش موضوع الصحراء، ولكن مع قدوم ديال صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس اللي قال على أنه الصحراء ملك ديال الصحراء ملك ديال المغاربة كاملة، سياسيين نقابيين جمعويين بس الكل انخرط، وخير دليل على ان هذا التوجه انه توجه صحيح، لان دوك الحاله شفتو السحب ديال الاعترافات دوك اللي ولا، وراه شفتو المغرب تقريبا هذاك الاقتراح اللي كان عطى راه كل شيء تقريبا بدا مقيدو، وبالتالي اذا الوقت اللي دخل المجتمع المدني في هذه القضيه وبدا الناس كلها كتشاف الامور بدات غادية في اتجاه لصالح المغرب ان شاء الله. بالنسبه للمنظمه كما تعرفوا الاخوان، وهذا للتذكير لان تاسست في 2006 واسسوها مجموعه ديال الاخوان، وكانوا من بين الاخوان هما ذاك العائدين الى ارض الوطن اللي كانوا تا هما صغرهم ديال 12 عام و10 سنين مشاو للجزائر، استغلوا هذيك الفرصة وعمروا هذوك الإخوان الصغار ما كانوش عارفين، ولاو كيشوفوا المغرب على أنه بلد محتل، بينما التاريخ يكذب كاع هذيك الأمور، ولكن نظرا لأن الصغار شحنوهم، حنا كنعرفوا الصغار فاش كيشحنيه، فما كانش يفكر، ومشاو لكوبا، قراو في كوبا، وكاين اللي مشى ليوغوسلافيا، كان في القاعدة العسكرية، إذا وجاو وكانوا في الجزائر، ولكن من بعد فاش قدروا وجات المناسبة ديال الخطاب اللي معروف ديال الملك الحسن الثاني أن وطن غفور رحيم، استغلوا الفرصة ورجعوا، وهذوك الناس حسوا بهذه المسائل واستطاعوا ضموا الإخوان كلهم اللي عندهم غيرة على هذا الوطن وكونوا منظمات، ومن بين هذه المنظمات هي هذه المنظمة اللي حنا فيها اللي حاليا بكل صراحة، لان دوك على الصعيد الدولي ولات عندها الفروع ديالها والمكاتب ديالها، وكاين اشياء اللي مهمه بزاف راه الاخوان كيعرفوها، على انه غادي ان شاء الله احنا على اساس باش تدفع الدوسي باش تولى عندها المنفعه العامه، وبالتالي باش كتولى منظمه عندها المنفعه العامه راكم تتعرفوا كتكون في الامور لا من ناحيه الدعم ديالها ولا من ناحيه الانشطه ديالها، عاد الملف لان اذا كاينين عندنا اسبان اللي مكلفين تا هما مخارطين معنا اللي واخدين الملف على اساس باش تغطي واحد المقعد ديالها في الامم المتحده الاتحاد الاوروبي باش تكون عندها صوت هي، وبالتالي اذا على صعيد الجهه تقريبا كلها غطيناها 13 جهه، 12 جهه هنا والجهه ديال برا، كان عندنا اختصار جهه الشرق اللي كانت فيها ناقصه وكاع تغطات كامله، الرشيديات الغير بالنسبه
حتى في كاع المناطق ديال الشرق هي اللي كانت خاصنا، وبالتالي دوك العدد كثر ديال المكاتب، حنا كثرنا المكاتب اولا باش نوسعوا القاعده، ثانيا الطالبين بعد المسائل باش كنا منظمه كبيره. حنا واحد الحاجه اللي بغينا نضيف للاخوان، حنا بغينا نتعاون فيما بيننا، وهذا هو الاساس، لان الموضوع بكل صراحه لان قضيه وطنيه، قضيه جمع الشمس الصحراويين، جمع الشمس المغاربه كلهم، وبالتالي راه الا ما استطعناش تجاوزنا بزاف د الحوايج باش نمشيو نوصلوا لقدام، غادي نبداو داك الشيء الاهداف اللي دايرين، غادي تبدا ما غاديش نوصلوا في ذاك الوقت اللي بغينا نوصلوه. حنا رانا الاشاره ديال الاخوان كلهم، راكم تعرفوا كنتصلوا في الاتصالات ديال الاخوان في التليفون، عندنا ديال الفايس، عندنا جميع الاشياء، ومن هذا الموضوع نقدر نذكركم كلمه الاخت الكاتبه الاقليميه، الرئيسه الاقليميه والوفد المرافق، الحقيقه كان واحد الشرف لنا المنظمه، لانهم هما اللي مشاو وحضروا ولقاو كلمه، وكان داك الشيء يعني فوق المستوى، حتى التقارير كلها اللي جات على صعيد المغرب وعلى صعيد الوزاره الداخليه في الرباط كان تنويه بصراحه المنظمه ككل، ولكن خصوصا بالناس ديال العريش كل صراحه الفيديوهات مسجلين، وكانت الاخت الرئيسه بصراحه ماشي زياده، كانت فوق المستوى، الى درجه انه انا تسيفت عليا في محمد رمضان، لان مع العامل مع ديال التحرير مع الاخوان ديال كذا، كانت عطاتنا واحد الصوره اللي في الحقيقه كانت باقيه ضد في الذهن ديالنا، ولات السي ديال المنظمه. هذا هو النوع ديال الناس اللي بغينا يمشيو يدفعوا معنا في المنظمه. ودوك خير ما كاين مؤتمر ديال الشباب، كاين المراه، كاين بزاف ديال المحطات، وغادي نقول لكم واحد الحاجه من هنا، على انه جهه العرايش والنواحي ديالها بالنسبه اللي راكم شفتوا الاخوان اللي كاينين، على انه النائب الاول تيجيبوا اطباء من برا، وراها لاحظتوا راه لا يحتسبوا هذوك، راه طبيبات هذوك الاربعه طبيبات ديال تيديروا داك الشيء ديال الترويض، دوك الناس اللي عندهم الاعاقات هذوك اللي اسمو في الداخله، وكيجيبوا اطباء ثاني من اسبانيا كيديروا جميع دوك الفحوصات اللي في العينين وفيها كل شيء. وكما كنقول الاخوان من هذا المنبر، على انه هذه الجهه خصوصا هذا الاقليم ديال العريش، ان شاء الله من بين الحويجات اذا كان شي انشطه في هذا المجال، حنا رهنا الاشاره المراه في المكتب المحلي والمكتب الاقليمي، هنا نفس الشيء بالنسبه لطنجه، بالنسبه للحسيمه، بالنسبه لبوعياش، وقريبا الاخت ديال ترقيس. دونك معنا بانه ولات في المرتبه الاولى في التنظيمات، ولا في الهيكله ولا في العمل. هي مشروع ملكي الحمد لله، لانه كتركز على القضيه ديالنا الوطنيه كما قال سيدنا، قضيه الصحراء المغربية ليست قضية دولة ولا قضية سياسيين ولا برلمان ولا 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 ولا، وإنما هي قضية شعب بأكمله. إذا الشعب كله كان خارج في هذه القضية من طنجة إلى الجويرة، شباب وشابات ورجال ونساء وكل كذلك. فكنحييكم جميعا إخواني أخواتي، وكنحيي من هنا من هذا المنبر هذا الأخت اللي غادي تكلف رئاسة الفرع المحلي للمنظمة ديال العرائش أستاذة مريم، وكنحيي كذلك لا ننسى الدور ديال مصطفى مزوز رئيس الفرع المحلي ديال القصر الكبير، وممثلة ديال النساء في القصر الكبير أستاذة فاطمة برهون، تحياتي ليها كنحييها من هذا المنبر هذا، وكذلك الشباب ديال العرائش والشباب ديال القصر الكبير. ومن هذا المنبر كنرفع قبعاتي للشباب ديال اقليم الحسيمه، اللي شباب في احسن المستوى، شباب اللي قدرت ندخل للحسيمه تتعفوا الحسيمه في هذا الوقت الراهن هذا، وما يجري في الحسيمه وباش تقنع الشباب ديال الحسيمه، غادي يخص واحد الطيبوبه، واحد الروح وطنيه، وكيفاش غادي تستثمر ديك الروح الوطنيه في ديك الشباب
والحمد لله الشباب تما كيقفوا الشعار الوطني وكيدليو بالبيعة ديالهم وزيدنا الله ينصرو. فالحمد لله هذه واحد الميزة اللي كنمتازوا بها جميع ان شاء الله كمغاربة في اطار حبنا للوطن ديالنا، حبنا لضامن استقرار الوحدة الترابية والمملكة المغربية الشريفة سيدنا امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ادام الله عزه ونصره. ولا يخفى عليكم اخواني اخواتي ما مجيئنا هنا الا تكميل واحد العمل الاستراتيجية المكتب الجهوي، لا في اطار الاقاليم والفروع المحلية ولا في اطار فروع ذلك ديال الاقاليم والمحلية كذلك للمرأة ولا في اطار كذلك ديال الشباب. والحمد لله ونحن مقبلين على ملتقى في مدينة الحسيمة، احنا دخلنا الملتقى في مدينة الحسيمة ملتقى شبابي لأول مرة تقوم به المنظمة في إقليم الحسيمة، والحمد لله غادي تأتلنا إن شاء الله وغادي نكونوا منتصرين إن شاء الله باش نخليو الشباب، لأنه المنظمة كتعتمد أولوية ديالها كما قال سيدنا أولويات للشباب المغرب من طنجة إلى البجرة لا نستثني أحدا. ليس عندنا فرق بأننا شمال ولا جنوب ولا 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 ولا، المغرب سواسية الحمد لله من طنجة إلى البجرة كلنا مغاربة وكلنا تحت السيادة السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي الأخير أهنيكم وأنا جد مسرور على الحضور ديالكم، ولثالث مرة كنهني إقليم العرائش وكنهني الشباب ديال العرائش اللي عندي معاه واحد ميزة أخرى بشكل آخر، وكنهني الساكنة ديال العرائش، وهذه هي المدينة اللي أنا كتعجبني هذه مدينة العرائش لأنه فيها من كل فن. تحياتي لكم ومعكم عمر الرعي ومنسق الجهوي. أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء المكتب الإقليمي ومنخرطيه بفرع المنظمة بالعرائش، لا يسعني إلا أن أحيي بصفة خاصة السيد بومبا الحيدب الأمين العام للمنظمة والسيد محمد النبطي الكاتب العام الوطني لها. اللمسة الأستاذة سعيدة بالرياض. وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله. نعم يا مولاي، إنه بتأسيس الفرع المحلي لمنظمة جمع الشمل الصحراويين في العالم بمدينة العرائش، إننا يا مولاي نغتنم هذه الفرصة الكريمة لنشيد بمشهودتكم الجبارة التي تقومون بها من أجل هذا الوطن العزيز علينا، ونشيد كذلك يا مولاي بما واصلت إليه المملكة الشريفة من رقي وازدهار في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، راجين من الله العلي القدير أن يطيل في عمركم يا مولاي وأن يقركم بسمو ولي عهدكم الجليل الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة وسائر أفراد الأسرة العلوية المجيدة، إنه سميع مجيب والسلام عليه على المقال. مشروع ديال الشباب اللي هو غادي يكون في عيد الشباب إن شاء الله في مدينة الحسيمة، هو الملتقى الأول للشباب اللي غادي تنظموا المنظمة إن شاء الله. كنصادفوا سعيدة بالرياس على هامش يعني الاعتماد ديالها كسفيرة للنوايا الحسنة والدبلوماسية الموازية في النمسا، يعني شنو يمكن تقول بمناسبة هذا الاختيار ديالك؟ أنني نبتل
مغربيه مقيمه في النمسا ومدينه ديالنا جمعيه لم شم الصحراويين في العالم. نعم، وشني الافكار اللي يمكن تقولها دابا وانت بالمناسبه، يعني شني كتتمنى تتحقق يعني في مجال دعم القضيه الوطنيه؟ كنتمنى نكون احنا المغاربه من طنجه الكويره الصحراوه ومغاربه نكون ان شاء الله يربي دائما مجموعين وموفقين في هذه الجمعيه باش ننمو الصحراويين في العالم ان شاء الله. وانت كعريشيه زعما بالنسبه لك هذا تشريف طبعا وتكليف في نفس الوقت، يعني بالنسبه لك يعني شنو يمكن يضيف لك المدينه ديالك انت بالنسبه لك هذا التشريف بالنسبه لك، يعني شنو يضيف لك شنو يمكن يضيف لك انت يمكن يضيف لك يعني والمدينه ديالك بالنسبه لهذا الاختيار ديالك؟ اشنو غادي يضيف لي؟ نعم غادي يضيف لي كل شيء. انا فرحانه انني مثل المغاربه والصحراويين في العالم. نعم، وبصفه خاصه الدور ديال المجتمع المدني باش في الدبلوماسيه الموازيه، كيفاش كتشوف هذا الوضع دابا اللي كاينه وفي المستقبل يمكن تساهم به؟ غادي نعرف ان شاء الله يربي بالحضاره المغربيه والصحراويه في العالم. هذا هو الهدف. اذا هذا هو الهدف ديالي، انني نهز الرايه المغربيه في النمسا. وبصفه خاصه بالنسبه يعني في النمسا معروفين يعني كيتكلموا اللغه النمساويه بالاضافه الالمانيه. يعني بالنسبه لك انت عشتي كتعيش مهاجره في فيينا؟ شنو مدينه؟ مدينه فيينا. وش يمكن تقول على الجاليه اللي كتعيش تما في النمسا؟ كاينه بعض العريش اللي كنعرفهم كيعيشوا تما واندمجوا في المجتمع النمساوي. العريشين كاينه ثلاثه عائلات عايشين في النمسا كلها، لكن كاين الصحراويين وكاين من الجنوب والمغرب. نعم، وبهذه المناسبه هذه من اختيار ديالك انت من هذه الجاليه هذه، شنو هي الكلمه اللي كتوجه لها باش يدعموك في العمل ديالك في المستقبل؟ ان شاء الله يكونوا يد وحده. وشنو هي الوضعيه اللي كيعيشوها تما؟ الوضعيه كيعيشوا بخير مزيان، المغاربه كيعيشوا بخير. اندمجوا في المجتمع النمساوي، كاين اللي متزوجين بعائلات، كاين اللي كيوصلوا لمراكز القرار، كاين اللي وصلوا يعني مستويات عاليه بزاف المغاربه. ان شاء الله المغاربه في النمسا كيشرفوا المغاربه في العالم صراحه. اذا كنتمنى لك تنجحي في المهمه ديالك ان شاء الله وتدعمي القضيه الوطنيه على مستوى الدبلوماسيه الموازيه، وبالاضافه الى ذلك يعني خدمه يعني حتى الجاليه، القضايا ديال الجاليه وبصفه خاصه الجاليه ديال مغاربه العالم فيما كانوا سواء صحراويين او مغاربه في كل مكان. ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم نحن جد سعداء، هنا كنأسسوا المحل الفرعي لمنظمة جمع الشمل الصحراوي بالعالم. كنشكر من هذا المنبر رئيس جماعة مدينة العرائش، كما أشكر جماعة العرائش على توفيرها للمركز السوسيولوجي متعدد التخصصات اللي قمنا بالاجتماع ديالو. كان واحد الحضور يعني احنا كنا جد سعداء للصحافة، شكرا لهم على التغطية، وكذلك شكرا للحضور واللي كان حاضر. انتم الاهداف ديالكم اهداف اللي كتهدفوا منها هذه الجمعية؟ نعم، اهداف هذه الجمعية ان شاء الله هو جمع الشمل الصحراوي ان شاء الله، وكذلك غنخدموا على اهداف مهم غادي تخرج ان شاء الله للوجود. كنتمناو اولا نكونوا عند حسن الظن لرئيس المنظمه